ازاي شركة بالحجم ده والسيولة دي وتوقف تعاملاتها ويحصل تأخير في القسط الأول لكل الموظفين اللي واخدين قروض؟ أنا مش قادر أفهم. هو تقريبا يا فندم في حاجة مش مظبوطة. أنا حتى حاولت أتواصل مع مسؤول الحسابات عندهم كذا مرة بس يعني لقيت تليفونه مقفول دايما. أنت عارف إنك محل شك أساسا في الموضوع ده من البداية. تروح الشركة وتتواصل مع الحسابات هناك وتعمل لينك معاهم. ايه اللي بتقول يا اخويا ده انت وهو؟ انتوا جايين تهزروا؟ واحنا بنهزر ليه يا استاذ منصور؟ انا مش فاهم، هو انا قدام حضرتك اهو. اي نعم احنا لسه ما دخلناش في الجد، بس احنا برضه ما بنهزرش. انتوا جايين مكتب محامي من اكبر محامين في البلد عشان تتهموه بالنصب والاحتيال؟ يلا يا اخويا انت وهو روح العبوا اللعبه دي بعيد عننا. استاذ منصور، حضرتك مش مقدر لان دي مصيبه. اسمك وتوقيعاتك ماليه كل الورق والمستندات اللي قدام حضرتك، وبعدين الشركه فاضيه زي ما حضرتك شفت. والموظفين كمان واخدين قروض. والقروض دي بكام؟ اجمالي 20 مليون جنيه. بعد ما الفلوس اتبكت في الحسابات اتسحبت كلها من كل حسابات الموظفين وحساب الشركه اتصفر. لو نيجي مقر الشركه بقى مخزن وسيادتك بتقول ما تعرفش اي حاجه، ده معناه ايه بقى؟ معناه ان في حاجه غلط. بالظبط كده. وانت اللي قدامنا دلوقتي. يعني ايه؟ يعني الفلوس ترجع. يا اما كل الامور ترجع زي ما كانت والاقساط تدفع في ميعادها. يا اما هيكون في اجراء قانوني ضدك باسرع مما تتخيل. وحضرتك سيدي العارفين. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك اقفل المقر والحاجه كلها جوه، مفيش مخلوق بيجي. انا مش فاهم حاجه. امال بس عمال تقول لي سائل ومتقص وحاططهم على حجري. هم نطوا من حجرك ودونا كلنا بالقفا. نهار اسود. ولا بنسى ولا حضرتك. عايز افهم بس انتوا واخديني ليه؟ يا سيدي وعى ايدك كده بقى، خلاص وصلنا. يا جناوي، الفار وقع في المصيدة. قاعد لي ومجعوس قوي. عاجبك كده يا عم الغشيم؟ قعدت تتكلم وتقول لي مع منصور خش بقلب جاب. اهم لبسوهالي والفلوس طارت كمان. بقول لك ايه، بطل ناد بالنسوان ده، انا مش ناقصك. بقى انا هيتعامل معايا كده ورحمه امي لعرفهم مين هو منصور. ماشي حسونا الكلب. ماشي.